التسهيلات المقدمة من طرف الجمارك لأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بأرض المهجر والتي خصصت لها رواقاً أخضر أثناء العبور استغلها البعض من أجل نقل المنتجات المحظورة الممنوعة من دخول الجزائر والتي تشكل خطراً على حياة مستهلكيها كالحبوب المهلوسة، حيث تم حجز ما يفوق 8000 قرص مهلوس من مختلف الأصناف في فترة لا تتجاوز 15 يوماً كانوا بحوزة أشخاص بالرواق الأخضر. قامت مصالح الجمارك تابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالجزائر أنظمة خاصة في الآونة الأخيرة بحجز ما يقارب 9000 قرص مهلوس على مختلف الأنواع، نذكر منها ليريكا، سيبيتاكس، فاليوم. عمليات حجز كان آخرها حجز أكثر من 900 وحدة سيبيتاكس كانت على متن سيارة من نوع ستروان قادمة على متن باخرة من مدينة مارسيليا الفرنسية. ما كانت مصالح الجمارك بالجزائر المسافرين بحجز في الأسبوع الماضي ما يقارب 931 قرص مهلوس من نوع سيبيتاكس وهي من المخدرات الصلبة. هذه المهلوسات كانت قادمة على متن سيارة من نوع ستروان وعلى متن الباخرة من نوع إليروس والقادمة من ميناء مارسيليا. شبكات تهريب للمخدرات تبحث عن أي تسهيلات وفرص محتملة من أجل تمرير سمومهم لتحقيق الربح حتى ولو كان على حساب حياة الآخرين.